في ظل ارتفاع أسعار الوقود، تشكل عربات الجمال في شوارع عدن جزءاً أساسياً من الحياة والكفاح عند الكثير من العاملين عليها، وتعد مصدر دخل لهم، حيث يعتمدون عليها بشكل يومي لتلبية احتياجاتهم وإعالة أسرهم. أجدادنا والذي ربوا أولادهم لا زالت باقية الجمال، وهي أمامك صورة حتى لا زالت يعني. وبعض المواطنين الذين هم أشد فقراً يعني، ما يقدروا على المجنونات مثل أو السيارات والقلابات، لا زالوا يتعاملوا مع الجمال، والجمال لا زالت موجودة وتخدم المواطن، وبعضهم لا زالوا يرعوها ويعتمدوا عليها لدخل معيشي لهم. مشهورة من زمان بالجمال، الجمال هذه مشهور من زمان، أننا نحمل له البضائع يودوا المحل الثاني بالسيلة. محفوظ صاحب هذه العربة التي يجرها الجمل يقوم بتجهيزها والتوجه إلى سوق المدينة لطلب الرزق، هنا تسلك طريقها في شوارع الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، وتتواجد بكثرة في حي السيلة، كما أنها تستمر في عملها رغم الانتشار الواسع لمركبات النقل. نطلب الله لما صباح ونرجع العصر، لما المغرب العشاء نروح، هكذا على كل يوم وعلى هذا الرحيل. يعني ماشي أي صعوبات الحمد لله، حسب أنه البترول غالي وده غالي. نطلب الله بالجمال، المعيشة صعبة تعب، والناس اللي يعني عبياس شللوا باور، اللي ما عبياس شللوا الجمال. وتحمل عربة الجمل بعض المواد الاستهلاكية للمواطنين، ويعد دخل العاملين عليها زهيدا مقارنة بتدهور الوضع الاقتصادي في البلد وانتشار وسائل النقل الحديثة. في المقابل يعاني العاملون عليها من زحمة السيارات في شوارع المدينة ومضايقات رجال المرور، خاصة في الأماكن المزدحمة. يعاني العاملون على عربة الإبل من تحديات كبيرة، وذلك مع الانتشار الكبير لوسائل المركبات الحديثة. مازن الشعبي، اليمن اليوم، عدن.